كشر راسه علي وانا مش عامل له شيء، ولو لاحظت كلكم علي من اول ما دخل الاكاديمي بيكون يجي يتحداني اللي دون كشر راسه علي وانا مش عامل له شيء. يعني شو يعني ان لم تكن ذئبا اكلت كذا؟ هذه انا يعني لما انا انت مش ما انت ما فهمتي شو يعني لما انا بحالي ما تقدم عليكي ولا ضايقتك ولا انت مثلا اجى على بالك حضرتك ضياء مثلا انه انت قعدت هيك ضياء زهقانه اوكي انت زهقانه شفتي محمد بوجهك قلت يا اخي يلا نتسلى شوي هون فشرتي بس مش انت انه بعرف اوكي في كثير ناس بتطنش وناس كثير طنشت هون بالاكاديمي انا هدول والله العظيم نازلين من عيني اوكي في كثير ناس بتطنش هدول ما بحبهم ليش بتطنش راحت على مزح والعالم برا شو عم تفهم انه الزلمه مهضوم الزلمه مهضوم ما بتضايقش ما بحاله لا ليه بالعكس لازم يكون بالعكس هيك قلل بالعكس قلل من كرامته هيك ليش لازم يكون عند كل واحد بوزيشن بالضبط يعني مره شو مره كثير لما كنت هذا انا مش اي شيء انا بالاكيد بس محترم اكيد بتحفلوا برا انا بس كل اللي صار وهيك ومحترم انه انا بستر اكاديمي اقسم برب انا هيك كثير ماسك حالي لسه كثير بس الحمد لله خلص ما عرفتي ما لانه خلص الحمد لله طول عمري إلي كل العالم لازم تكون هيك انا مش انا اللي سامع يقول كل حدا لازم يكون عامل حساب وله قيمته وله كلمته وله كل شيء الحمد لله دخلت انا عشاني انا هيك ضليتني هيك ولا اهتمت اوكي الحمد لله خلص عرفتي بس يجي مثلا اكون انا مثلا بغني اوكي انسي وقت غدا شو غدا بغض النظر انا عم بغني يجي حدا مثلا باسلوب شو هلا مفهومه يعني انه بده يورجي العالم انه شوفوا انه انا عرفتي كيف انه مثلا انا بشوفك قويه ضياء انا شايفك قويه يا الله فانا غيرت منك مثلا كيف هلا كيف هي شو اوكي فشو بتلاقيني كيف انا اصير اقوى منك مثلا بس دول فشلوا لي هيك باجي مثلا بقول لك ضياء خلصينا عاده بهالصوت ضلك اكلتي راسنا وبكفي بس تخيل انت سكتتي اذا قال لك ما حدا هيك لحظه تخيل انت سكتتي ومشيتي شو انا اذا حسيت حالي زعج العالم راح اسكت وراح امشي إذا حسيت حالي زعج العالم بس إذا حسيت إنه واحد بده بس ينكش بغض النظر ينكش راسه طب أوكي هي معلومة جديدة لك عادي مش إحنا بنتعلم الحياة أنا هلا بتعلم منك هلا يمكن تحكي شغلة تعلم منك وتتعلم مني هلا أنا بدي أقول لك شغلة هاي أنت غلطانة بهاي أنا بدي أقول لك شغلة يا ضياء وإذا أنا غلطان قولي لي لا احكي لي ضياء أنت بتقولي لي إذا أنا زعج العالم لا بصر شو راسي وبمشي لا مش هيك يعني احنا تسكتي وبتمشي لا 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 عايشين سوا يعني عايشين سوا مش ممكن انه اسمح لنفسي ازعج العالم العالم كله مثلا كل شيء مثلا كي ياكل او كي تحجوا او شيء حاجه وانا جالسه وحدي دايره لهم البلباله لا انت ما بتسمح لحالك لا ما بسمح لحالي لانه انت من الله ما مش عارف انا مش عارف الله خالقك ذاتك محمد القادر شيء غير هل انت بتقولي بس انا ما عمر طب انا صارت طب انا طب انا ولا عمرها صارت معي طب انا كاركتيري هيك واللي مش عاجبه بدي اضل له هيك كاركتيري وبدي اضلني ماشي هيك واللي عاجبه واللي مش عاجبه هذا صح ومشيت هيك وهذا الحمد لله يعني انا ما انا مش اي شيء بس وهني زي ما انا والحمد لله والكل بحبني وبحب الكل صح ولا لا الحمد لله بس حدا يحكي معي بطريقه ما بعرف شو هلا ما وقت اللي انا بدي وقت اللي انا بدي يعني مثلا بشرفك يعني مثلا نديم اخرسه بصر شو عادي يعني عرفتي ما هل تيجي تتبس تمزح معه لانه انا وياك لانه اصحاب لانه فيش بيننا حدود بس متعودين على بعض تعال اقول لك بالكف هيك بنمزح ما بنمزح اسمها بنمزح مع بعض وحبايب ووقت اللي بدك يعني بتلاقيني وانا وقت اللي بدي اياك صح ولا بس حدا اذا منه مين انت يا زلمه ولا مين انت مين انت يعني مين مثلا انت يا زلمه بالنسبه لي يعني انه انا ما عندي عرفتي؟ يجي مثلا روح لعني عرفتي كيف؟ ليه؟ حدا ما تشوف انا واصحابي تشوفي بتستغربي لسه بعد الاكاديمي شوف لونكم هذيك شو؟ شو بدك؟
شفتي؟ فيش بيننا اصحاب اصحاب مثلا اقول لك مش اصحاب اكون انا بعزف مثلا صاحبي يجي يحكي لي مثلا هو مثلا كان كان بوضع مثلا هو عن جد مش رايق يجي يقول لي يا قويدر يا زلمه وكان يحكيها جد مثلا مثلا استني مثلا قالها من قلبه عن جد يا زلمه خلص اقول لك مثلا اخرس وقالها بقول له على راسك على راسي طبعا صاحبي عرفتي صاحبك لما يجي حدا مين هو شو عندنا هلا وديع عن جد ما يمكن وديع بده يسمع الاغاني عرفتي فهمت علي ضياء فهيك هيك هيك امشي هيك والله العظيم عرفتي انا 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 هيك مبدئي مش لانه انا بدي اياه هيك خلص انا هيك هيك الله في هيك عرق هيك